وأنا أعتقد هناك أسباب عديدة للاستعجال بأخذ القرار، يعني هي نستطيع أن نقول أنها مبررات واقعية، وخصوصا موضوع أنه إحنا في تقريبا على مشارف نهاية العام الدراسي، لدينا عشرات الآلاف أو أكثر من 100,000 طالب بالامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين، استعدادات لنهاية العام الدراسي، هل نستطيع العودة لإكمال عام دراسي إذا ما عادت الجائحة؟ الظروف يعني الوزارة استعجلت بس جائحة. بأوامر أو بمسألة وقت، يعني هي بس مسألة الوقت اللي لعبت عامل وخلت الوزارة تستعجل، لأنه داخلين على الصيف وراح تخلص السنة. هل هناك ضغط من خلية الأزمة أيضا؟ هذا اللي افتهمته من حضرتك؟ أي بالفعل أستاذ علي، هو أولا القرار كان خلية، يعني تقييد وزارة التربية هو من خلية الصحة والسلامة الوطنية ورئاسة الحكومة، والموضوع الآخر هم محددين بسقوف زمنية لإجراء الامتحانات، سواء امتحانات نصف السنة أو الامتحانات التمهيدية، امتحانات نهاية السنة إذا ما استمر الوضع على حالة. طيب. أما موضوع إدارة الامتحانات بشكل عام فيه كلام كثير طبعا، سواء حتى بالظرف الطبيعي إحنا عندنا ملاحظات على وضع الوضع العام لوزارة.